اطلعي لبرا بدي نام. دوقي لي هالرزات شو طيبين، طعميكي انا؟ قلت لك اطلعي لبرا. شو هالريحة المقرفة هي؟ جونجي عملتها على حالك يا دبدو. لك اطلعي لبرا يندقال. بس شوي انجيوم، جونجي ورجيني حفوتك. لك قلت لك اطلعي لبرا، يلا نلعي لبرا يندقال. اه مو عامل شي. لك من وين جاي هالريحة؟ لك نلعي لبرا. هوباك يلا فوتي على السريع، سخني شوية مي. ايه هلا بسخن لك، وبدك كمان بشكير ما هيك؟ ايه. ريحة بتقرف، هوباك بسرعة نطفيلها. أمي رح نظف لك. يا ويلي يا ويلي، قديش خجلانة ومتمنية الأرض تنشق وتبلعني. أنا بنتك مو حدا غريب مو؟ ما عم صدق، معقول إنه يصير معي هيك شي بعد هالكبرة. أمي روحي شي مرة على المستشفى وشوفي بعينك، كل اللي بيمرضوا هيك، فلا تخجلي، ما حدا بيقدر يعيش بلا ما يقضي حاجته. هوباك المي. انتي لازم تريحي حالك، ولازم تديري بالك منيح من اي حركه غلط. وضع الجنين مو كتير مستقر، لا سمح الله ممكن تسقطي وما عاد تحبلي مره تانية، لذلك لازم تاخدي اجازه وتعدي بالبيت. ماتك عم توجعك؟ طبعا رح توجعك، صار لك طول النهار بلا اكل. ايه والله معك حق، لسه ما اكلت شي من الصبح. شو وضع امك هلا؟ ما عم تتحرك بنوب. مسكينة قديش بتكون متضايقة. مين جونغ؟ مرحبا أمي. أهلا فيك حبيبي مين جونغ، ما كان في داعي تعذب حالك وتجي لهون. هذا أقل من واجب. لو اني متت اهون لي، والله حاسه حالي قاعده بسجن. امي الغدا. مين جونغ انت متغدي ولا لسه؟ لا لسه. الصباك جيبي له غدا لمين جونغ على السريع. لا ما بدي. بلا بدك تتغدى، يلا روحي. مين جونغ بعتذر على كل اللي عملته صباك فيك، والله بعرف انه ما في شي رح يعوضك ورجع خسارتك، هاي غلطتي انا، بترجاك انك تسامحها. بترجاكي، ما بدي احكي بهالموضوع، وانا بدي اعتذر منك كتير لانه صار معك هيك بسببي، معفاي بالاذن. انا رايح. استنى شوي الغدا جاهز. شو صار معك؟ مطول؟ يلا دقيقتين وبخلص. صحيح أنا ما سألتك، مع مين كنت سهران مبارح؟ مع حدا. شو صبية؟ بعد هالكبرة بدك ياني واعي الصبايا؟ التقيت بصديق قديم. ومين بيكون؟ أبوه لأجوان باك؟ بتحس إنه كل شي بهالدنيا قارب ضده. شبه؟ يا ترى بقلك هالشغلة ولا ما بقولها؟ بعتقد انك لازم تعرف. صحيح مصاري الاضافي تبع سانغنام وينهن؟ عفوا؟ المصاري اللي اعطاك اياهم سانغنام صرفتيهم ولا حطيتيهم بالبنك ولا تكوني اعطيتيهم لحدا؟ أنو مصاري إضافي هدول؟ ليش هو طلع له مصاري إضافي؟ ليش هو ما أعطاك إياهن؟ مساء الخير يا جماعة. أهلين، تعال معي شوي. شوفي مصاري الإضافي. لك يلا. إيه يلا. أنت كنت عرفان؟ بشو؟ انه بيت عمك المحترمين رهنوا بيتهم وهلا هن ما عندهم بيت؟ انت كيف عرفت؟ وليش مخبي عني؟ ما حبيت اشغلك بالك. وشو عملت بالاضافه تبعك؟
شو؟ أعطيتهم ياما هيك؟ إيه، لأنه أمها لجوانباك مريضة وعطيتها ياهم. كنت متوقع هالشي، بيت عمك ناس استغلاليين وعم ياخدوا لك تعبك. مو هيك القصة أبي، حرام هن ما طلبوا مني شي، أنا أعطيتهم ياهم لأنه حماتي مريضة. أنت نسيان شو قلت لما تزوجت؟ قلت إنك ما رح تعطي بيت عمك ولا قرش. بس هون في ظرف خاص أبي. بتعرف إنه عمك انطرد من شغله ولا لا؟ شو؟ مثل ما عم قلك، وهلأ هو عم يشتغل ناطور. ما كان لازم خليك تتزوجها، والله والنعم من هيك نسب. بس يا أبي، عن جد؟ بابا حبيبي، صوبك أنت بتعرفي؟ أبداً، كل يوم الصبح بيروح على شغله ولا كأنه صاير شي. ما حدا عارف بالقصة. مو فهمانة ليش خلى الموضوع سر. يا علي عليك يا بابا، عامل حاله قدامكم، عم يروح على المدرسة كل يوم. أنا متأكدة إنه مكتئب ومزعوج كتير. يا الله شو بدنا نعمل له؟ شو بدنا نعمل له؟ مو وقت البكي هلأ، خلونا نتظاهر كأنه ما منعرف شي. الأحسن ننتظر لحتى يقلنا، ما في داعي نحرجه. أهلين أبي. أهلين بابا. شو عم تعملوا برا؟ كنا عم نستناك. أنت أكيد بتكون تعبان ما؟ لك من شو تعبان؟ إذا كل نهاره قاعد بالمدرسة. مزبوط، شغلته بس يعاقب الطلاب المشاغبين أو الأساتذة السيئين. جوانباك أنت ليش هون؟ جيت لشوف أمي وروح. لا بنتي، أنت ما بصير تجي لهون كل يوم والتاني. هوباك شكرا كتير، أكيد بتكوني مشغولة. لا بابا مو مشكلة. بابا سخنت لك شوية مي، فوت تحمم إذا بدك. طيب ماشي. أنا لازم روح أبي، يلا بخاطركم. لا تاكلوا هم شي. إيه؟ خلص روح بالك على حالك بابا. شوفك إيه؟ مع السلامة. يلا تفضل بابا. يلا. ليش عم تاخدي منهم؟ بس ما كنت سخنتهم مشان حضرتك. خليني اخذ بس شوي. تنقلعي بتسخني مي لحالك. ليش عم تحكي معي بهالطريقه؟ والله انا حره وبحكي كيف ما بدي. بعدين انت بتستاهلي انه ينحكى معك بهالطريقه. عم تتصرفي كانك ملكه هالبيت ونحن خدم عندك. بس لا وحياتك ما رح اسكت لك، رح اعلمك الاحترام. عفوا شو؟ ليكي شو رايك تروحي تقولي لها لتيتا كل شيء؟ ضل مي سخنه زياده، امي بدها تتحمى. خديهم. بسيطة يا سوباك، أنا بورجيكي يا لئيمة شو رح صير ساوي فيكي. بدي ورجيك نجوم الظهر. سمعتي؟ بدها تجنني هالمخلوقة هي، قليلة التربية وما عم تحترمني بنوب. عم يجي مين جونك شي؟ حس بالذنب فإجا يطمن على أمي. حكيتو شي؟ ما حكاني شي وما تطلع فيني حتى. ليش ما بتحاكي سان جيونغ؟ جربي شو بتخسري؟ احكي معها من بنت لبنت، ممكن تقدري تقنعيها. فيك تقولي لها حطي حالك مكاني، شو بتعملي؟ ما بتعرفي ممكن تستفيدي. شو هاد؟ اوه منيح. لك شو هاد؟ كرسي لقيته جنب الحاوية، جديد. ولوين رايح؟ عبيت حماي، رح اخده لحماتي، بركي بتصير بتقعد عليه بدل ما تقعد على الأرض. مو لتكون تستاهل بالأول؟ وانتي لوين رايحة؟ رايحة عندي موعد أنا ويوندقال بالساونا. بخاطرك يا ريت تدير بالك علي كمان. بكرة بلاقي لك شي كرسي تاني لك. أوه أمي مريح كتير. بكرة بس يتحسن ظهرك بتعدي عليه. وين لقيتها سيدال؟ بغرفة الكراكيب، قلت أكيد رح تحبيه وقت تشوفيه.
بغرفة الكراكيب؟ بدك تقنعني إنه أنت دورت عليه وجبته لأنه بتهمك راحتي؟ أنا ما رح استعمله، الله أعلم من أي زبالة جايبه. بس أمي كتير نظيف، هذا أريح لك، بس تجربيه رح تحبي كتير. بعدي خليني أقعد. أوه يلا. أوه شو هاد؟ حلو كتير حماتي. خده أنت، لكن أنا مو بحاجته. بس هو ظهره ما عم يجعه. ايه مو غلط، باخده لهوباك بتريح ظهره، خصوصي هلا وهي حق. طنجره ولقيت غطاها، يعني ما قدرتوا تشتروا واحد الي؟ انا ما بستعمل شيء من ورا العالم، عم تسمعوا؟ قبل ما تروحي اغسلي البطانيات هوباك، ولا تنسي تجلي الجليات، وبس تخلصي حممي ابن اختك جونجي مفهوم، وجهزي عشاء لابوكي. حماتي انا برايي سوباك. ماشي امي. يا ترى وين سوباك؟ ما شفتها هون ليش؟ بتكون راحت شي مشوار. شكرا لأنك اجيتي. أنا جاي لهون اليوم لحتى أتوسل لك. سانجيو بترجاكي خليه يرجع لي. أنا بعرف منيح إنه الحق علي بكل شي، بس ما بقدر أعيش بدونه. أنا بعترف إني وحدة غبية وما كنت عرفانة قيمته وقديه هو مهم بحياتي. أنا ندمانة كتير وبدي إياه يرجع. هو ما رح يستغني عن أولاده. أنت مرة مثلي سان جيونغ وعم تفهمي شعوري، مو هيك؟ أنت أم مثلي كمان، عندك بنت، خليه يرجع لنا. أنا آسفة كتير، ما فيني أقول له إنه يرجع لك بس كرمال الأولاد. أنت شو عم تقولي؟ أنت ما في شي بيربطك فيه بنوب. أنا عندي ولدين، مين جونغ لازم يعيد النظر باللي عم يساوي. أرجوك ساعديني، أنا بعرف إني غلطانة، ما كنت منيحة معه، حتى معك سان جيونغ. ما رح أنسالك هذا المعروف أبداً، لآخر حياتي. شو؟ أنا وافقت شوفك، بالرغم من كل شي عملتيه معي يا سوباك. بترجاكي ما عاد تتصلي فيني، ولا بقى تحاولي تقنعيني، لأنه ما رح أترك مين جونغ. اسمحي لي. سان جيونغ، سان جيونغ، سان جيونغ. امي مي، هو شو عم تساوي هون؟ كنت انا وعمو عم نستناكي. شو وين كنتي؟ برا، كان عندي موعد مهم. امي كانه في شيء خطير. الله اعلم. اي يلا اتصلي بالشرطه هلا. يلا فوتوا. يلا حبيبتي امشي فوت لجوا. مو طبيعي، ماني قدران اني انسى. ليش حتى انت يلي تعملي كل هدول الشغلات؟ مين بده يعملهم لكان؟ وسوباك شو عم تعمل؟ مو هي البنت المفضله عندها؟ خليها تهتم فيها. شو هالوقاحه هي؟ يعني حماتي الى عين انه تطلب منك كل هاي الشغلات وبعد كل شيء عملته معك؟ شي بجنن. يا ما عندك كرامة انتي؟ لو عندي كرامة سيدال ما كنت بعيش هون. بقصد انا كتير متضايق منهم كلهم، لازم حدا يساعدك. ولا سوباك خانم هي اكبر من هيك يعني؟ ما فيها تعمل كل شيء لحالها، بدها تربي اولادها وتمشي امور البيت. وبعدين هي متحسنة كتير عن الاول، هي على القليل هلا صارت تغسل ثيابها وتكويهم. ايه كتر خيرها. انا حكيت مع المدير بدي اخذ اجازات مشان اروح لعند امي بعد الظهر. بس انتي حامل هوباك، ما خبرتيها هالشي؟ مو ليش لخبرها؟ خبريها. بكفي بقى. الا انا ها كلهم كم اسبوع، بعدين هي عم ترتاح معي. طبعا لان هي بحاجتك. بكره بس هي الطيب، بتنسى كل شي سويتيه منيح معها وبترجع لبنتها المدلله. هي هي مشكلتك هوباك، بدك تعملي كل شي بايدك. ما عندك ثقة بشغل أي حدا حتى لو كان على حسابك أنت. الأرض فيها تدور بلاكي على فكرة.
أنا كنت مفكرة رح توقف. لك عم تتمسخري كمان، أنا رح جن وأنت قاعدة عم تتمسخري هلا؟ آه على فكرة، أنت هيك ممكن تأذي حالك ها؟ يعني أنت هلا خايفة علي؟ مو مصدقي اللي عم بسمعه. أوف أنا بردانة، أعطيني بطانية تانية قوم. لا تكوني بدك تمرضي. ما بعرف. لك شو يلي صار لك هلا؟ أنت ما بتقدري تاخدي دواء. آخ حاسس راسي رح ينفجر هلا، كله بسببهم. هذا مو عادل أبدا ها. أنت مرة حامل وما لازم تتعبي حالك هيك. صوباك يلي لازم هي تعتني بأمك. شو هالوقاحة هيا؟ لا تكوني مفكرة إنه أمك رح تقدر هالمعروف. لا بقى تروحي، خليهم هن يهتموا بحالهم. مثل ما عم قلك فهمي، مو طبيعي منهب. إيه حاج بقى، إذا خايف على الولد لازم تخفف عصبية. ديري بالك عليه. إيه شي بجنن يا لك. شو وينهم هدول؟ أبي عم تدور على شي؟ إيه عم دور على البرتقان ما عم لاقيه. آه ما ضل عنا، حضرتك أكلت آخر وحدة من كم يوم. لأنه أنا؟ لك عم ضيع كتير شغلات جوانباك، ما بعرف وين عم بيروحوا. بغياب سين جونغ صاير مثل الضايع. لتكوني أخدتيهم لأهلك جوانباك. شو؟ معناتها أخدتيهم. كتير انبسطنا. شو هالصدفة؟ أهلين بونغ. وين كاين بهالوقت؟ أهلين، أمي كان بدها شوية أغراض، جيت أشتري لها هون من السوق. كيف صحتك مدام؟ مو منيحة أبداً سيد بونغ. بعد إذنك إلا لبنتك ما عاد تزعج بنتي يونداغال. ما عم تحترمها بنوب، مع إنه يونداغال كتير عم تحترمها. تخيل إنه بنتك عم تاخذ لها المي السخنة وما عم تخليها تتحمم، لهيك أخذتها اليوم على الساونا. بوعدك أحكي مع سوباك اليوم. أمي أنا مسامحتك. يونداغال ليش لا تسامحيها؟ خلي يحط لها حد. أساساً أنا مو مستوعبة كيف بنتك بتخلي يونداغال تشتغل وهي حامل، بلكي صار له شي للولد. على كل إن أنا بتوقع أن الحكي ما رح يجيب نتيجة مع هيك بنت. خسرتكن البيت وطلقت لأن خانت جوزها. شو قصدك بهالحكي؟ أمي هاي هي الحقيقة. شو عم بألف من عندي أنا؟ يعطيك العافية. انت خنتي لجوزك؟ لهيك هو طلقك؟ بابا يا حقيرة. امشي معي، امشي، حرك بابا لوين؟ بابا امشي. بابا تحركي. دخي لك بابا. امشي. انا بعرف اني غلطت كتير. اركعي قدامه، يلا اركعي. ما في داعي يا عمي. يلا طلبي منه السماح. يلا لشوفه ليك، طلبي منه السماح فورا. أنا آسفة كتير مين جونغ، بترجاك إنك تسامحني. بوس إيدك سامحني. كل الحق علي أنا مين جونغ. أنا ما عرفت ربيها منيح، بترجاك إنك تسامحني إلي. هاي غلطتي أنا، تركني يا ابني. لما اتطلقتوا توقعت إنه بنتي سوباك تكون الغلطانة، بس ما توقعت إنها تكون خاينتك. ابني نحن خدعناك وزوجناك بنت مو منيحة. بذكر وقتها اني ما كنت بدي زوجها. ما بعرف اذا لازم قلك او لا، رح قلك لحتى ترتاح. انا وقتها اتخذت قرار جبان، صليت لحتى ما تنكشف هالخدعة وما تعرف حقيقة سوباك. هي بنت ما انا منيحة، انا شخص مو منيح بنوب.
وبستاهل هالشي كله. ما عم صدق انه انا كنت نائب مدير مدرسة. بترجاك مين جونك سامح سوباك على هالعملة. بترجاك انه تسامحنا. بترجاك انك تسامحني لي. بترجاك مين جونك بترجاك انه تسامحنا. ليش فايقة؟ ما نمتي؟ فقت من شوي وما لقيتك جنبي. فيك شي؟ ولا شي. قول مزعوج من شي؟ شوية مشاكل بالشغل. يلا نفوت. شبك بونك؟ شوفي شوفي شو القصة؟ طمن ما في شي. بس كنت عم تعني كتير انت تعبان شي يا روحي؟ بالله؟ ايه والله وبصوت عالي. بس لو بعرف من شو تعبان اذا طول نهارك ورا مكتبك. ايه العمر له حقه. بونك ناولني مي. شربي. اي بونك شو بهن ايديك؟ ورجيني ياهن. ليش هيك ايديك صايرين خشنين كتير؟ من شو يعني بدهم يكونوا؟ من شغل المدرسة. شغل المدرسة؟ مو معقول بونك ايديك كانوا قطرة من ايديي. ايديي طول عمرهم خشنين. يلا بقى حاجتك حكي ونامي. مو جايني نوم منوب. مليون شغلة قلقتني وما عم تخليني اعرف نام. وموضوع صباك شاغلني كتير. ليش فاتحة تمي؟ والله ما بعرف شو السبب، بس بتعرفي أغلب الصبايا بيعملوا هيك من دون شعور. حلوة الفرجة عليكي وانت عم تتمكياجي. بتعرفي ذكرتيني بصبايا لما كنت حلوة مثلك. رجعنا نألف قصص؟ فشلت ولا؟ أمي أنا رايح. موفق، دير بالك على حالك. ماشي. استناني شوي بونج، رايحة معك لأنه رجعت على الشغل. بس انت حامل يون دقال، فيك تشتغلي؟ هلأ شغلها ما بده تعب كتير، تروح بتتسلى. بابا، صباح الخير. يلا أنا كمان رايحة على الشغل، صوباك بدك شي مساعدة قبل ما أروح؟ لا يسلموا. شو طالعه؟ ايه عندي موعد.
رح طول. شو صار مع ثوبك؟ بعتقد أبوها كان قاسي عليها لأنه كتير مكتئبة. شو ما عملوا فيها بيكون قليل عليها والله. دمرت العيلة بكل معنى الكلمة. بتصدقي إني زعلانة عليها؟ ما عاد حدا عم يحترمها بنوب، والكل كرهانة ومطايقة. وحدة مثل هي ما بينزعل عليها بنوب. أنا مستحيل ساوي اللي ساويته وما رح خون دون بحياتي. مزبوط وانك دون؟ شبك أنتي مو طبيعية. أمي والله كأنك عدوتنا مو بنتنا. كل شي صار بسببك، أنتي سبب كل المشاكل اللي صارت مع سوباك. مو معقول أمي. طيب أنا شو علاقتي بالموضوع؟ كان فيك تنصحي سوباك ما تساوي هالشي بس سكتتي. حاولت كتير بس هي عنيدة وما ردت علي. يعني كنتي بتعرفي وما خبرتيني. شفتي إنه على جميع الحالات الحق عليكي هوباك؟ بسببك اتطلقت أختك من جوزة. أساساً ما بعرف أنتي بصف مين منهم هوباك. بالأول كنت مع مين جونغ بس بعدين ما قدرت لأنه سوباك بتكون أختي وما فيني ما أكون بصفها. ما بعرف ليش حاسستك عم تكذبي ومو قادرة أن أصدق ولا حرف. بعدين لما أمك بتمرض لازم تخصصي شوية وقت كل يوم لتجي تعتني فيها. أخ كأنك مو بنتي. نقلعي من هون، ما بدي شوفك. أساساً طول عمرك بتكرهيني. أنا ماشي وما عاد أرجع لهون بنوب. يلا بنوعز. لو سمحت يا معلم تعال ساعدني شوي. انقطع نفسي. لك ليش هربت هيك وما رديت علي؟ بعد إذنك يا غالي فيك تطلع من عندك وتجي تساعدني شوي. ارد علينا وخذ الغلة كلها. طيب إذا سامعني حرك راسك. فيني أخذ هالسندية لوحدي ولا بتجي أنت بتعطيني إياها؟ مو معقول بيخلقوا من الشبه 40 كأنه ابني بونك. إيه أنت بتشبه ابني بونك بس هو بيشتغل نائب مدير مدرسة كبيرة وكل الناس بتحسدني عليه وتحترمه لأنه بيشتغل بهيك وظيفة محترمة. هلأ رح أخذ الكراتين. شكراً. أخ يو 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 يو. يا الله. أوف شو تقال يا إلهي. شكراً كثير إلك، يعطيك ألف عافية. مو معقولة شو بيشبهه. أخ شوفي لك تضربي هيك الواحد بينظف الإيدين. ساعديني شوي لدور جانبي هاد وجعني. شو بعمل؟ هلك بتحطي إيديكي وراي وبترفعين شوي شوي وبتحطي مخدة. يلا يخرب بيتك تضربي شو غبية. متمنية تعملي شي شغلة صح بس بتوقع ما في أمل من هالشي. يا الله شو هالبنت اللي عندي. والله أنا ربيتك منيح. ضع بيتنا من تحت رأسك ومن تصرفاتك الغبية سوباك. وفوق كل هالشي خنتي جوزك وطلقتي. والله أخنتي رح أموت طيب بسببك. مو معقول ما بتفهمي تعملي شي منوب. لك إذا أولادك ما عم تعرفي تعتني فيهم كيف بدك تعتني فيه سوباك؟ يعني شو أعمل لحتى تسامحوني؟ بتكون قتل حالي لحتى تنسوا الموضوع؟ حاجتك بقى بترجاكي. ندماني على اللي عملته ومتمني يموت لترتاحوا. والله جد لك لوين رايحة سوباك؟ أنا اللي متمنية تنشق الأرض وتبلعني لارتاح منكم. شو مدام؟ ما بدك تروح تشقي على أمك اليوم؟ لا ما بدي. بس على حد علمي أنت من وقت ما وقعت أمك وأنت عم تروح تشقي عليها كل يوم ولا لا يكون صاير شي؟ شو بده يكون صاير يعني؟ انتبهي لا تحملي شي بنوب. في ناس اتصلوا فيني ووصوني فيكي هوباك وقالوا لي ديري بالك عليها. مين هاد؟ لا يكون سيدال؟ ايه قال خليها تنتبه على الببو. مو معقول. لك يا أنا أنا لازم روح. ايه روحي ولا يهمك هوباك. طيب مسكي مسكي. أمي جبت لك بطاطا حلوة.
قولي لي يا مغضوبة، ليش اجيتي؟ اه ما بدي اشوف حدا منكم. يي ليش طاير هيك؟ وين راحت صوبك؟ عيطت عليها وبهدلتها من شوي، حملت حالها وتركتني وخلت كل شيء على حاله. يا رب موتني بقى وريحني. مو معقول، حتى البطانية مبلولة، كيف بتتركك هيك وبتمشي؟ أمي بعرف قديش عم بتعاني وأنت بهالوضع، بس شو بدك تساوي؟ طولي بالك، مو طالع بإيدنا شي. بعرف إنه موضوع صوباك مضايقك، بس اللي صار صار، وأكيد هي ندمانة وحاسة بالذنب كتير. أمي يلا خلصت. أوه شو باردين. الو وينك انتي؟ عند اهلي. شو نسياني انه اقول لك الدكتور لازم تنتبهي على حالك. ايه بعرف، يلا باي. الو الو هوباك، شو هالمره المجنونه هي؟ هوباك هوباك. ايه ايه يلا جايه. نعم انا اسفه، لا تؤخذيني يا بنتي، ما كنت قاصدة اجرحك. عادي امي، مو مشكلة بنوب، انت احكي شو ما بدك ولا يهمك. ايه يلا قومي. ليش اجيت لهون؟ قومي بدنا نروح. سيدال وطي صوتك شوي، رح خبرها. طول بالك ولا ليش؟ اه رح خبر. بس خلص تعال هون. اتركيني. مشي معي. حرام بلا ما تقلها، بتحس بالذنب بعدين. بس هي لازم تعرف انت حامل وما لازم تتعبي. ما عم تعب حالي كتير. طيب وين صوبك؟ وين عم تروح؟ ولا هي مو بنتها يعني؟ هي كانت هون بس بهدلتها أمي وزعلت. بتستاهل. وبعدين إذا بهدلتها بتحمل حالها الخانم وبتمشي؟ يعني أقنعتيني مثلا؟ خلص سيدال، انت بدك يعني يكون مرتاحة مزبوط، وأنا هيك مرتاحة كتير، لا تاكل همي بنوم. وإذا حسيت حالي تعبانة بروح على البيت وبعود. سيدال أنا لازم أبقى هون لأنه أمي بحاجتي، وكلهم أسبوعين وبتقوم. يعني والله أمر إخواتك غريب وبحير، صوباك قاعدة لا شغلة ولا عملة، فليش أنت يلي لازم تبقي هون وتساعدي أمك بدل ما تعدي وترتاحي هلأ؟ شو رأيك هلأ تروح وتشتغل بالبيت وتريحني؟ يلا. اشتغل بالبيت؟ لك شو هالمجنونة هي؟ شايفة؟ طلعي لهنيك، شايفة هالمنظر؟ بجنن. كنت خايف من الزواج مرة تانية، بس بعد ما التقيت فيكي غيرت رأيي بالموضوع. أنت بدنا نتزوج؟ بس أعطيني شوية وقت، لسه ما أقنعت أولادي، وبصراحة خايفة من ردة فعل سيدال كتير. معقول ما يوافق؟ ممكن ما يوافق بالأول، بس لما يتعرف عليك أكيد رح يغير رأيه ويوافق. بعدين هو فهمان كتير وسهل التفاهم معه، وأكيد ما رح يوقف بوش ساعاتي وساعتك. جزدانك شوي. دفيو إيديكي؟ إيه دفيو كتير، بس حاسستك إنه نسونج شوي لأنه بتساوي هالحركات هاي. هاي أول مرة بعمل هيك، حبي إلك عم يخليني أرجع شاب وعم يعطيني طاقة وقوة، وبكرة لما بدنا نتزوج رح تشوفي حركات جديدة وحلوة. شوفي أكيد رجلك عم توجعك، مشان هيك بدي أحملك على ظهري. ما عم توجعني. يلا طلعي أوام. يلا يلا. برافو.
وقف دغري. يلا يلا. يا ويلي نزلني لك عملك نزلني. يلا يلا يلا. وقف سيدان. شبك شوفي. يلا باي. ابني حبيبي خلينا نحكي شوي. ما عندي شي اقوله، قلت لك من قبل هالقصص ما عادت لك. القصة مو هيك ابدا، هذا الرجال كتير منيح لازم تتعرف عليه. من امتى بتعرفيه؟ انا بعرفه من شهرين وشوي. شهرين؟ وكيف قدرتي تحكمي عليه انه هو منيح بهالفترة؟ حاول تعطيه فرصة لتعرفه، وأنا متأكدة إنك رح تحبه وقتها. ما بدي أتعرف على حدا. سيدال، أنا من حقي إني أتجوز. بعدين من لما تجوزت أختك عم بحس حالي وحدانية وعندي فراغ كبير. طيب أنا عندك، ليش لحتى تحسي حالك وحدانية؟ بدك تتزوجي بعد هذا العمر؟ أنت عندك أحفاد وصار لازم تفكري كيف تزوجيهم. عم تحكي هيك لأنك لساتك بأول عمرك، بس لما يكبر الواحد بتزيد حاجته للشريك لحتى يعتني فيه ويدير باله عليه. فوق كل هاد كمان الوحدة مزعجة. ليكك عايشة وما أحلاكي. معك حق عايشة، بس ماني مبسوطة. أنا من جواتي مكتئبة كتير، بس ما عم بين لحدا هذا الشي. لما كانت الناس تحاول تقنعني اتجوز ما كنت أقبل مشانك أنت وأختك يوندقال، وهلأ أنت وأختك كبرتوا وتجوزتوا وأنا صفيت لحالي، ما بيحق لي بقى أني أشوف حياتي. أنا كتير عانيت وتعذبت بتربايتكم. أمي أنا ماني نسيان، لساتني متذكر منيح. شو؟ لما كان عندك صالون شعر بميونغ دونغ وكيف خسرتيه بسبب واحد حقير. لساتني متذكر قديش كنت خايف وقلقان عليكي بوقتها، وكنت كل ليلة نام وأنا معانيك لأنه كنت متوقع أنه رح تتركينا مشانه. كان عمري وقتها 9 سنين. أنت كنت واعي لهذا الشيء؟ أمي، ومتذكر كمان إنه ترك عليك ديون كتيرة. هو ضحك عليك وجرحك بوقتها، بعتي الصالون لحتى توفيهن. أمي شو بدك بالارتباط؟ لأنه ما فيك توثقي بأي حدا، ممكن يخدعك مثل ما خدعك هداك. وبعدين هلأ عندك محل مكياجات وشغلك منيح وأنا موجود، فلو شو تتركينا وتروحي؟ هو مانو من هذا النوع. أنا آسفة كتير يا روحي، ما كنت بعرف إنه أنت كنت واعي ومتذكر شو صار بيني وبينه وقتها. أمي أنا ولا بيوم نسيته، وبتذكره وقت كان يطلب منك تتركينا، كان يقول لك كل يوم. سامحني سامحني يا روحي، كنت خايف انه انا اروح اتركك وقتها، فكرتني اني راح اتخلى عنكم. يا روحي انت قديش كنت متضايق كل هالسنين وانت عايش بالخوف من اني اتجوز وبعد عنك. يا روحي انت مو هيك، ما كنت عارفاني انك متذكر القصة، فكرتك كنت ولد وقتها وما بتفهم شي، بس طلعت غلطانة. بوعدك انه ما رح اتخلى عنك لو شو ما صار سيدال. يا روحي.
سامحني امي انا اجيت بونج. تعشيتي شي؟ بصراحه ما بعرف شو صاير لي، انجي وملقحه على ظهرها طول الوقت، والله ما لي نفس بنوب حط لقمه بتمي يا ابني. كم يوم وبتتحسن؟ انا اليوم لما طلعت من البيت شفت واحد بيشبهك كتير بونك. بيشبهني؟ ايه بيخلق من الشبه 40 امي. ايه بس شو بدك بالحكي، هو وين وانت وين يا ابني؟ المسكين عم يشتغل حارس ببناية. امك قالت لي انه اليوم شافت حارس بيشبهك. مين قال منشبه بعضنا؟ ما في شبه بيني وبين هالرجال ابدا. عم تشتي كتير برا عن جد؟ وينو عمو ماما؟ ايه والله وينو؟ لازم هي المكنة من هون لبكرة الصبح تكون شغالة. لا تاكل هم معلم. عم تفهم؟ امتى جاي؟ كنت هلا رح اتصل فيكي، عندي شغل كتير. يعني مانك جاي؟ لا ما رح اقدر. مو مشكلة، انتبه على حالك، عنده شغل كتير ما رح يقدر يجي. اكيد بيكون كتير جوعان. ايه بجوز. شو رأيك اخذ له اكل؟ والله رح ينبسط كتير. لنشوف شو في عنا مشان اطبخ له.